واحدة من ضمن الأمور اللي واجهتها في حياتي عبر يعني السنين الماضية، واللي متابعني في إنستغرام يعرف أنه أنا عديت بمرحلة كده لها مسميات كتير، أزمة منتصف العمر، The Dark Night of the Soul، الليلة المظلمة للنفس. المهم كانت فترة شوية يعني صعبة. من ضمن الأمور اللي سويتها شخصيا علشان أخرج فيها من هذه الأزمة كان أني أسوي أشياء جديدة أول مرة أسويها في حياتي. الإنسان بطبيعته بيفضل في دائرة الراحة حقته، الأشياء اللي متعود عليها سنين، ولكن كيف ممكن توسع هذه الدائرة؟ بأنك تجرب مهارات جديدة، ولكن في مراحل في موضوع التجربة دي. أول مرحلة مرحلة الخوف، تبدأ شيء جديد ما أنت عارفه، أنت خايف، ما في ثقة في النفس، خايف من كلام الناس. بعدين تنتقل إلى مرحلة التعلم، تجيب مدرب، تدخل على اليوتيوب تتعلم وتكتسب هذه المهارة. بعدين لما هذه المهارة خلاص تتمكن منها تنتقل إلى دائرة راحة جديدة، وهذه الدائرة أوسع من الدائرة اللي بدأت فيها لأنك تعلمت وتمكنت من مهارة جديدة. فقررت أني أخرج من دائرة الراحة وأسوي شيء له علاقة في البحر، مرة يعني كده خارج عن الكومفورت زون تماما. فإيش أصعب شيء في البحر؟ الدايفينج. إيش أصعب أنواع الدايفينج؟ مو السكوبا، الفري دايفينج اللي هو الغوص الحر. إيش الفرق بين السكوبا دايفينج والفري دايفينج؟ لا أعلم، أنا مجالي تقنية معلومات، أنت دخلني. أنا أشرح لك. سكوبا اللي هو بيستخدم أسطوانة وتنفس وينزل، الغوص الحر ما يستخدم أسطوانة. يكتب نفسه. لا هذه معلومة جديدة والله. فقررت أتعلم فري دايفينج. الخطوة الأولى المعدات. مجرد ما تحط الحزام بهذا الشكل، تحط النظارة على وجهك وتشفط. أشفط لما أحطها. يا سلام. ولكن اللي أنت أخذتها السوداء والبيضة هذولا. أوكي. نوريهم اللي صاير. أبيض ولا أسود؟ أبيض عشان نطبق نطقم مع الفيتبت. الزعانف عندنا أطول لأنه الزعانف الطويلة تعطينا دفعة أفضل ومجهود أقل. الحزام ولا وزام؟ إيش تقوله؟ أصفر؟ طب أنا أقول أسود. أهمية الاختيار البدل. ذهبي؟ طب نأخذ الأسود. الشنطة اتحادية ما في ألوان تانية، كان هو ده الوحيد، عشان بس لا تحسبوا أن الموضوع مقصود. يلا تعال. أنا لما بدأت كتم النفس بدأت زي أي واحد. اليوم أول يوم في موضوع التحكم في النفس، أشوف كم أقدر أكتم نفسي. أربعة وأربعين ثانية. وهذا موضوع أنا كنت محسب أنه خلاص هو هذه قدرتك الجسدية، إيش حتسوي؟ لقيت تطبيقات كثير للفري دايفينج. المهم رسيت على واحد اسمه فري دايف أبنيا، وبدرب على الحاجتين دول، CO2 training و O2 training. اكتشفت بعدين أن كل شيء بالتدريب، وفاجأت نفسي